هتكلم عن موضوع الإدخال غير المباشر لملكات نحل العسل. الحقيقة هو من المواضيع الهامة في حالة الملكات، في حالة الخلايا عديمة الملكات. الإدخال غير المباشر المقصود به إن الملكة بتظل في قفص لمدة يوم أو اتنين قبل الفتح على الملكة، زي القفص اللي قدامنا ده، قفص خشبي بيتم الغلق من أحد الجوانب من بالكندي اللي هي الحلوى اللي بتستخدم في قفص الملكات، وبيوضع بين أقراص الحضنة بحيث النحل يقوم بالفتح بنفسه للملكة وتحرير الملكة من القفص. وإذا لاحظ النحال إن النحل لم يفرج عن الملكة لابد أن يقوم هو بالإفراج عنها بعد يوم أو اتنين. ففي حالة الإدخال غير المباشر بيبقى فيه فرصة للنحل للتعود على الملكة، وبيبقى فرصة قبول الملكة عالي في هذه الحالة. ولابد قبل إدخال الملكة أن تكون الخلية ميتمة وعديمة الملكة الأم، وليس بها بيض أو يرقات صغيرة، وليس بها بيوت ملكات. دي الشروط الهامة التي يجب مراعاتها قبل إدخال ملكة إلى خلية، لأن إذا وجدت بيوت ملكات أو بيض صغير أو يرقات فغالبا النحل سيهمل هذه الملكة الجديدة ويعتمد هو على تربية ملكة بنفسه، وبالتالي سيفشل عملية إدخال الملكة. وبالتالي لضمان نجاح الملكة لابد من مراعاة شروط إدخال الملكات. هنا بنلاحظ القفص وهو محطوط بين الأقراص الحضنة بحيث يكون في سهولة في وصول النحل للملكة والتعود عليها، وبالتالي تزيد فرصة قبول الملكة بواسطة النحل. بعد الإدخال الغير المباشر للملكة والإفراج عنها يفضل فحص الطائفة فحص سريع بعد 4 أيام للتأكد من قبول الملكة، ولا مانع من إمداد الطائفة ببرواز به بيض ويرقات صغير لضمان وجود فرمونات الحضنة حتى لا تكدب الخلية، وأيضا للتأكد من انتظام الملكة الجديدة وعملها، لأن لو الملكة حدث لها أي مشكلة سيقوم النحل ببناء بيوت ملكية. نلاحظ ان في انواع مختلفة من الاقفاص ممكن استخدامها في الادخال الغير مباشر للملكات، زي اللي قدامنا دي مجموعة كبيرة من اشكال مختلفة من الاقفاص ممكن استخدامها لحجز الملكة لبعض الوقت قبل الافراج عنها. ودي طريقة اخرى، هنا شايفين بيدخل الملكة داخل قفص عبارة عن حاجز ملكات، يعني الشغالات تدخل للملكة ولكن الملكة محبوسة في مساحة معينة ثم يتم الإفراج عن الملكة. دي برضو من أحد الطرق المستخدمة. بيعتمد اختيار القفص وطريقة الإدخال على حسب حالة الخلية نفسها، مدى قوة الخلية وعمر الشغالات بيها. المشكلة في موضوع حجز الملكة عموما في أقفاص إن الشغالات نتيجة احتياجها للملكة الأم ومحاولة لتحرير الملكة من القفص أحيانا بتقوم بقرض رزغ رجل الملكة، يعني أحيانا بتعض أطراف الأرجل بتاعة الملكة، وبتسبب دي مشكلة بعد كده. يعني الملكة بعد ما يفرج عنها بيؤثر على كفاءة الملكة لاحقا. لاحظ هنا بالتالي عملية حجز الملكة لابد ان هي تكون سريعة، يعني يوم او اتنين بالاكثر، ما تزودش عن كده. كلما زادت مدة حجز الملكة كلما تأثرت الملكة نفسها وتأثر نشاطها لاحقا. برضو الاقفاص كبيرة نسبيا اللي بتدي مساحة للملكة ان هي تتحرك افضل من الاقفاص صغيرة الحجم اللي هي بتعيق حركة الملكة، بالتالي لابد نراعي هذه النقطة. لاحظ هنا الملكة محجوزة مع مساحة من الحضنة المغلقة التي على وشك الفقس، بحيث ان لما تفقس الشغالات الجديدة تتعرف بسهولة عن الملكة، وبالتالي تزيد عملية اقبال الملكة في الخلية وسهولة ادخالها في الخلية.
فبالتالي دي برضو من ضمن طرق الملكات، ان انا احجز الملكة على مساحة من الحضنة الصغيرة بحيث ان تزيد معايا فرصة قبول الملكة. وبرضو لابد ان انا الاحظ في حالة ان ادخال ملكة عذراء ونجح الادخال، يفضل تكرار الفحص بعد مدة حوالي اسبوع وعدم الاكثار من الفحص حتى لا يقتل النحل الملكة. وبرضو امداد الخلية باقراص بها بيض ويرقات صغيرة حتى نتأكد ان النحل لديه فرمونات حضنة لمنع التجديب ولديه فرصة في لبناء بيوت ملكية خاصة به في حالة فقد الملكة لسبب او لاخر. برضو الاساسات الشمعية تعد معيار واختبار لمدى تلقيح الملكة، لان النحل اذا نجحت الملكة العذراء في عملية التلقيح فبنلاحظ ان النحل بيقوم بالاعتناء بالاساس الشمعي ومط الاقراص الاساسات الشمعية، وبالتالي ده مؤشر جيد على نجاح عملية ادخال الملكة. وزي ما قلت لابد من مراعاة اضافة براويز بها بيض ويرقات صغيرة بحيث ان في حالة فشل الملكة لسبب ما في عملية التلقيح يستطيع النحل ان هو يربي البيوت الملكية الخاصة به ويعوض ما فقد من الخلية. في نفس الوقت فرمونات الحضنة اللي هي المواد الكيميائية التي تفرزها هذه اليرقات بتؤثر على مبايض الشغالات وتمنع عملية التجديب، بحيث ان لو الملكة العذراء لسبب ما فشلت في عملية التلقيح ولم تضع البيض ولم او حدث لها سبب او حدث لها مشكلة ولم توجد في الخلية فلا تكذب الخلية وتصبح بها امهات كاذبة او شغالات واضعة للبيض. فلابد للنحال ان يراعي هذه النقطة، وبرضو لابد من عدم الاكثار في فحص الخلايا، لان من الاخطاء اللي بيقع فيها الاخوة النحالين بعد ادخال ملكة والتأكد من نجاح الملكة يقوم النحال بعملية الفحص اليومي او كل يومين لتتبع حالة الملك. دي مشكلة، لان الفحص الكتير وملكة جديدة غير منتظمة في العمل دي بتؤدي الى ارباك للنحل ومهاجمة هذه الملكة وربما القضاء عليها، وبالتالي يخسر النحال ملكة الخلية رغم ان النحل قبلها في الاول. فبالتالي لابد من تقليل مرات الفحص ويكون الفحص سريع لغرض ما، إما إضافة برواز أو لرؤية مدى انتظام الملكة في العمل. أحيانا قد يتقور النحل على الملكة، يعني حتى بعد الإفراج عن الملكة من القفص أحيانا بيحدث سلوك التقور، ونلاحظ تجمع مجموعة كبيرة من الشغالات على الملكة. فإذا لاحظ النحال هذا السلوك فيجب أن هو يفك هذا التقور عن طريق التدخين، ثم يدهن بطن الملكة بالعسل ويطلق هذه الملكة حتى تعمل في الخلية بحرية، مع إعادة الفحص بعد فترة للتأكد من عدم إيذاء الملكة ونشاطها. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.